بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. ندوة الحج. أقول إنه لا بد في قبول العمل من الأمرين: الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا هو من مقتضى الشهادتين. نعم، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله. فمن شهد أن لا إله إلا الله فلا بد أن يخلص له العبادة، لأنه شهد أنه لا معبود بحق إلا الله. فكيف مع هذا يصرف العبادة لغير الله؟ لأنه إذا فعل ذلك فقد شهد على نفسه أنه ضال وأنه صارف للعبادة لغير مستحقها، وأنه لم يحقق معنى شهادة أن لا إله إلا الله. وكذلك إذا شهد أن محمدا رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإن أعظم ما تقتضيه هذه الشهادة المتابعة لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا كنت تشهد أنه رسول الله فإنه لا سبيل إلا سبيله، ولا طريق إلى الله إلا طريقه. فمن ذهب يتابع أحدا من الناس كائنا من كان، أو استحسن شيئا من نفسه مهما كان استحسانه، ما دام أنه لم يأتي به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه مناقض أو منقص لشهادة أن محمدا رسول الله. ولهذا أجمل صلى الله عليه وسلم بالكلمة الجامعة في قوله: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني فهو مردود عليه.